عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، ونسعد في هذا اليوم الطيب المبارك بزيارة سماحة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو من كبار علماء العالم الإسلامي، الذي أدركنا آثاره الطيبة المباركة من علم نافع ومن عمل صالح ومن قدرة مباركة تجوب قارات الأقطار المختلفة برسوخ علمه وثبات قدمه وغزارة موسوعيته. ولا غرو فهو من أسرة عريقة في العلم الشرعي، والديه وأعمامه وأخواله وخالاته وعماته وجداته يتصل في الحديث النبوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجهوده مباركة. فهو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وله جامعة كذلك تخرج طلاب العلم في مختلف التخصصات. هو عضو مجلس أمناء اتحاد العالم للعلماء المسلمين، وله حضور فاعل في قضايا الأمة الإسلامية جليلها وعظيمها، وقد زار بلادنا عدة مرات يؤم مساجدها وجامعاتها ومدارسها، ويلتقي بالعلماء والدعاء معلما ومرشدا ومفقها وناصحا ومذكرا بجهوده النافعة وبعلمه المبارك، ويمتعه بالصحة والعافية. وأردنا أن نلتمس هذه السانحة في زيارته التي جاءت عطفا على مبادرة كريمة من جامعة أم درمان الإسلامية في نشاطها وفي موسمها الثقافي، فأن نحظى بهذه السانحة ليحدثنا عن مقامات الاجتهاد في الفقه الإسلامي في واقعنا المعاصر. وقد زوجنا في هذا بعض أعضاء المجمع وبعض طلاب الدراسات العليا المهتمين بعلوم الشريعة وفقهها ومقاصدها، والشيخ لديه ارتباط في محاضرة أخرى للطالبات في تمام الساعة 12، فلا بد أن يغادرنا في 11:30. لذلك إن شاء الله نزاوج بين حديثه وبين إعطاء فرص للتساؤلات والمداخلات. لا أحول بينكم وبين سماحة شيخنا العلامة الفقه الإسلامي، نرحب بمقدمه الميمون ونتيح له الفرصة ليخاطب هذا الجمع الكريم. فحياك الله ونفع بك ورفع قدرك وزادك توفيقا على مراتب فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه المعلمة المباركة التي هي صرح من صروح العلم، أن تبقى به هذه الأمة وتفخر به وبمشايخ، أن يوفقهم ويمد في أعمارهم ويحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. لا أخاطب مشايخنا وعلماءنا، وإنما أخاطب إخواني من طلبة العلم والدارسين والباحثين، فأقول لا تغتروا بما سمعتم من الشيخ، فإنما يحدث عن نفسه، وهكذا كان بعض المشايخ إذا أراد أن يحدث عن غيره كأنما ينظر إلى نفسه في المرآة فيحدث عن نفسه. وأنا لست بهذا المقام، وبعضكم يعرف ذلك مثل الدارسين عندنا في موريتانيا كالأخي الشيخ علي غيره من الإخوة. أما الموضوع الذي اختير للتحدث فيه في هذا اليوم، فهو من الموضوعات الحية التي لا بد من مناقشتها دائما. ومن المعلوم أن الفقه في الدين متجدد بطبعه، لأن الفقه عبارة عن قضيتين: قضية صغرى واقعية وقضية كبرى شرعية. والقضايا الصغرى الواقعية لا نهاية لها، ففي كل يوم يتجدد من النوازل، ولله حكم في كل مسألة، فلم يهمل الله أي مسألة من حكم شرعي.
أما القضايا الكبرى وهي النصوص الشرعية فهي محصورة قد انتهت، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصرها ليس معناه حصر معانيها، فمعانيها لا تنفد، والاستنباط منها مستمر، وهو فضل من الله يوفق له من شاء من عباده. وقد أمرنا الله بالاعتبار فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأرشدنا إلى التدبر فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وحض عليه فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وهذا التدبر به يصلح الإنسان لأن يكون من أولي الأمر من المسلمين، فإن الله وصفهم فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالذين يستنبطون من الكتاب والسنة وحتى من كلام أهل العلم وفتاويهم فيلحقون الفروع بالأصول أو الفروع بالفروع المشابهة أو يخرجونها عليها هم أولو الأمر، لأن الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا. وقياس الفقه في مجال الاجتهاد وتجدده هو نظير علم الاقتصاد في علوم الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يتم من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، فالراتب محصور والحاجيات غير محصورة، يمرض مريض يأتي ضيف يتجدد أمر، فالحاجيات غير محصورة، فالعلم الذي يمكنك من تغطية حاجياتك غير المحصورة من مواردك المحصورة في علوم الدنيا هو الذي يسمى بعلم، وذلك أنه يدلك على ترتيب الأولويات وعلى ترك هامش للربح وأقصد هامش للدخار، وعلى فرص الربح لاستغلالها وتنمية الموارد. أما الاجتهاد في علوم الشريعة فهو أيضا يعالج المشكلة عينها، لأن النوازل والوقائع غير محصورة والنصوص محصورة، فتعلمون أن آيات القرآن لا تتجاوز 6236 آية على أكثر الأعداد في عد آيات القرآن، وأقل الأعداد 6214 آية، وآيات الأحكام منها حسب أكثر تقدير وهو اختيار القرطبي في التفسير، وأيضا السيوطي في الإكليل 500 آية، وكذلك ابن الفرسي في تفسير آية الأحكام، والغزالي رأى أنها أقل من ذلك، وأحاديث الأحكام أحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمومها كما توقع السيوطي لا تتجاوز 300,000 حديث بصحيحها وحسنها وضعيفها وحتى بموضوعها، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث على حسب توقع الإمام البيهقي، ومن الناس من رأى أنها أقل من ذلك، ومواقع الإجماع كذلك محصورة، وكثير مما عد من مواقع الإجماع حصل فيه خلاف هل هو فعلا من مواقع الإجماع أو ليس كذلك، فلهذا نحتاج إلى استغلال هذه النصوص المحصورة لتغطية كل هذه النوازل غير المحصورة، ولا يكون ذلك إلا باستثمارها، وهذا الاستثمار يكون بالبحث عن دلالات النصوص، وكما تعلمون أن لها 4 وجوه تدل منها على المعنى، فاللفظ الواحد يدل على المعنى من منطوقه ومن مفهومه ومن دلالته ومقتضاه وإيمائه ومن معقوله، وأوسعها دلالة المعقول وهي القياس، هي أوسع الدلالات على الألفاظ، أوسع دلالات الألفاظ على المعاني هي دلالة المعقول وهي دلالة القياس. والفقه أولى من الشعر بقول أبي تمام ولو كان يفنى الشعر وأفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب ولكنه صوب العقول إذا انثنت كتائب منه أتبعت بكتائب. وهذه الأمة تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم في كل شيء، فإن الله أحال إليهم عند الجهل فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأحال إليهم في مواضع الخلاف فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعهد له بمجددين يجددون لهذه الأمة دينها وأمر دينها، وذلك على رأس كل 100 سنة. وهذا التجديد يمكن أن نبحثه كما نبحث زيادة الإيمان، فأهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن اختلفوا في معنى هذه الزيادة. فقال بعضهم معنى زيادته زيادة النصوص التي تؤمن بها، فكان ذلك في العهد النبوي بزيادة النزول، لأن الله قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، لأنه زاد عدد ما يؤمنون به من السور وهم يستبشرون، فتكون زيادة الإيمان في العهد النبوي بزيادة النزول. وكذلك زيادة الإيمان في العصور الأخرى بزيادة المعرفة والعلم، كلما اطلع الإنسان على معلومة جديدة ازداد إيمانه، لأنه يزداد علمه بشرع الله فيصدق بتلك المعلومة التي وصلته عن طريق صحيح متصل بالوحي. القول الثاني أن المقصود بزيادة الإيمان زيادة العمل وما يترتب عليه، فما يترتب على القناعة من العمل هو الذي يزيد به الإيمان. وهذا القول فصل فيه ابن أبي زيد القيرواني، حيث قال إن زيادة الإيمان من زيادة الطاعات، ومعنى ذلك أنه كلما ازداد الطاعة الإنسان كلما ازداد رسوخ إيمانه وثباته على الحق، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والقول الثالث أن زيادة الإيمان بمعنى زيادة القناعة، وأن القناعة مشككة، فأنت الآن تجزم بشيء رأيته بعينيك وقلبته وطلعت عليه حقيقة، وتجزم بشيء رأيته نظرة عجلة، وتجزم بشيء سمعته بالنقل وهو متفاوت. وهذا القول هو اختيار أهل الحديث، لأن أهل الحديث يرون أن الصحيح درجات، وتعرفون ما ذكر العراقي في الألفية، ذكر 7 درجات، فقال وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي، فجعلها 7 درجات. لكن ابن حبان ذكر أن الصحيح وحده 46 درجة، إما أن يكون متواترا وقد اتفق على إخراجه الشيخان مثلا، أو اتفق على إخراجه كل أهل الحديث أخرجه الجماعة جميعا ووصل إلى درجة التواتر، هذا أعلى شيء، أو وصل إلى درجة التواتر ولم يخرجه الجميع فأخرجه بعضهم، هذه درجة دون الأولى، أو وصل إلى درجة التواتر وانفرد به من لا يشترط الصحة، وهذه درجة أنزل من سابقتها، وهكذا في التفصيل في المشهور ثم المستفيض ثم العزيز ثم الغريب، في هذه يطبقها على مستويات الرواية. فكذلك التجديد هنا إما أن يكون تجديدا ببعث المسائل واستخراجها، فنحن نعلم أن هذه الشريعة محفوظة الأصول، لأن الله تعهد بحفظ كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم هذا يشمل ما يحتاج إليه من أصول الشريعة، فكذلك من السنة ما يحتاج إليه في فقه الدين محفوظ بحفظ القرآن، لأنه لو لم يحفظ لما حفظ القرآن، لبقي إشكال في معناه وبقي شيء من تفسيره غريبا. ولذلك فإن ابن العربي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن قال هذه أشكل آية في كتاب الله.
وذلك أنه نظر إليها وحدها دون الرجوع إلى السنة، فرأى أنها من المشكلات في فهمها وتطبيقها وتنزيلها على الواقع. جاء القرطبي في تفسيره فقال: لا إشكال في هذه الآية بتاتا ولله الحمد، وذلك لأنه رجع إلى قصة تميم الداري وابن بداء في قصة الحق، فكان سبب النزول مفسرا للآية، وهذا هو سبب النزول، تعين كثيرا على فهم النصوص. أسباب نزول القرآن وأسباب ورود السنة هي من أهم ما يعين على فهم النص، وإن كانت لا تقتضي تخصيصا، فورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم، لكن مع ذلك تفهم به مواقع الاشتباه والخفاء في النص. كذلك فإن هذه النصوص في تنزيلها على الواقع أيضا يزداد ما استخرج منها من الأحكام، فالملمح الأول هو زيادة النصوص نفسها، زيادة المستخرج من النصوص. فأنتم تعرفون مصطلح الإمام الغزالي في المستصفى والمنخول، وهو المستثمر وهو المجتهد، واستثمار النص هو الاجتهاد في ضوئه واستخراج المسائل منه، فجعل النتائج والجزئيات بمثابة ثمار، وجعل الأصول بمثابة أشجار، وهذا أصله مروي عن ابن عيينة حيث قال: العلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها ولا ثمرة إلا بشجرة. وقد نظم هذا جدي محمد علي رحمة الله عليه فقال: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهبا، والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. إذا ازددنا استخراجا للأحكام من الآيات أو من الأحاديث وازددنا استثمارا لها، فلا شك أن ذلك مثل زيادة أعداد ما نؤمن به في اكتشافنا للنصوص. ثم الملمح الثالث فيما يتعلق بوضوح الدلالة والاطمئنان إليها، فإن ارتباط الدليل بالمدلول ارتباط مختلف فيه، فكثير من الأصوليين يرى أن المدلول نتيجة للدليل، فيرى أن الفروع نتيجة للأصول، ولكن الواقع أننا إذا رجعنا إلى التاريخ نجد كثيرا فأئمة الاجتهاد دونوا وكتبوا المسائل ولم يذكروا لنا أصولهم، وكثير من المسائل الأصولية إنما اكتشفت وتشققت بعد ذلك. ولذلك رأيت في هذه المسألة أن الدليل سابق على المدلول لدى الناظر ولاحق له لدى المناظر، فالدليل سابق على المدلول لدى الناظر وهو المجتهد الذي يأتي خالي الذهن إلى المصحف فيقرأ، أو إلى صحيح البخاري أو إلى الموطأ أو إلى صحيح مسلم فيقرأ ويستنبط، فهذا دليل سابق على المدلول لديه. أما المناظر وقد جاء ووجد مذهبا وفروعا وقد جمعت في كتب لها ويستدل لها، فإن الدليل لاحق عليه وسيبحث، لاحق لديه وسيبحث هو، ولذلك يتعدد الدليل لدى المناظر ولا يتعدد لدى الناظر. الدليل الأصلي الذي يستنبطونه المجتهد لا يقبل التعدد. أما دليل الإثبات الذي يأتي به المناظر فكثيرا ما يتعدد، فتعرفون ابن القيم يقول لهذه المسألة، هذه المسألة تثبت من 46 وجها، فيأتي بكثير من الأوجه والأدلة التي لم تخطر على بال المجتهد عند استنباط هذا الحكم، وإنما تخطر على بال المناظر الذي يريد الانتصار لذلك المجتهد وإخراج مسائله. والكفوي من الحنفية يقول: لا تظنن يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح ترجع إلى هذه الأصول بالكلية، وإنما ترجع الأصول إليها، فرأى أن كثيرا من الأصول ترجع إلى تلك المسائل. ولهذا فإن أبا زيد الدبوسي من الحنفية عندما ألف كتابه تأسيس النظر جعل فيه 82 أصلا، كل أصل ينتظم بعض الفروع. فأول أصل
الأصل في الخلاف بين أبي حنيفة من وجه والصاحبين من وجه، وهذا جعل فيه عددا من القواعد، منها قاعدة ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، ما غير الفرض في أوله أي في استمراره مبطل عند أبي حنيفة وغير مبطل عند الصاحبين. وهذه القاعدة لها 12 فرعا، وهي المعروفة عند الحنفية بالقاعدة الاثنى عشرية، ليست شيعية، هي سنية ولكنها 12 السنة. فهنا نجد أن هذه الفروع أصلت فيما بعد وجعل لها أصل وهو لاحق على فروعيتها. والاجتهاد في تجديد الفقه يرجع إلى مراتب الاجتهاد، قد أشار إليها شيخنا الآن في الكلام الذي سمعتم. مراتب الاجتهاد 6 لدى الأصوليين. المرتبة العليا الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، وهو لمن لا يرتبط بفهم إمام ولا قواعده، وهو مستقل تماما في نظره. وقد كان هذا متيسرا في بداية تدوين الفقه، لأن الناس إذاك العلماء جميعا إذاك غير مقلدين في أصلهم، فالأصل الصحابة جميعا الأصل أنهم غير مقلدين، لكن الذين وصلوا منهم إلى رتبة الاجتهاد عدهم النسائي 22، وعدهم ابن حزم 18، فقال لم يصل إلى درجة الاجتهاد من الصحابة إلا 18، والنسائي قال بل وصل إلى درجة الاجتهاد من الصحابة 22 وعدهم ما بين الرجال والنساء. والتابعون المجتهدون فيهم أكثر من المجتهدين في الصحابة، وأتباع التابعين المجتهدون فيهم أكثر من المجتهدين في أيام التابعين، لأن الاحتمالات ذاك غيره لم تحصر بعد. أما اليوم فمن النادر أن تجد مسألة قد بحثها الأولون إلا وقد أتوا على كل أوجهها، فلا يمكن أن تحدث فيها نظرا جديدا إلا بتلفيق بين الأنظار السابقة غالبا. ولهذا نجد كثيرا من الروايات في المسائل 13 مسألة روية عنه، في كل مسألة 10 روايات، 10 روايات للإمام أحمد في 13 مسألة، كل مسألة فيها 10 روايات. الإمام مالك أحصينا له ما بين المدونة والعتبية 98 مسألة رجع فيها عن قوله الأول. الشافعي له المذهب الجديد بكامله، إذا قورن بالمذهب القديم نجد فرقا شاسعا وكبيرا. أبو حنيفة أو في المذهب الحنفي ما يسمى بظاهر الرواية وما يسمى بوجه الرواية وما يسمى بالنوادر. فالنوادر ما كان زائدا على كتب محمد بن الحسن الستة التي جمع فيها وفقهه هو، ثم ذكر النوادر وهي غير المروي، فما كان من وجه الرواية هو الكتب الستة، وما زاد عليها فهو من النوادر. بهذا نعلم أن تجديد الاجتهاد كان لدى الأئمة المجتهدين وهم الطبقة العليا من المجتهدين، وأن هذا مطلوب في كل مسألة. لو بحث مسألة حتى أيقن من نفسه أنه لا يستطيع أن يزيد بحثا فيها فأفتى فيها، ثم جاءت المسألة عينها بعد أسبوع، يجب عليه تجديد الاجتهاد فيها من جديد. ولهذا فإن عمر كتب إلى أبي موسى في كتابه في القضاء: قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وعمر نفسه لما قضى في التركة في المسألة الحمارية أو اليمية أو المشتركة، قضى فيها في البداية بالحكم الذي منع فيه الإخوة الأشقاء، فلما كان من العام القابل تكررت النازلة فأتوه فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم أليست اليوم؟ فقال: إنما هو ثلث فاشتركوا فيه. أشركهم مع الإخوة اليوم. فجاء الأولون يريدون من عمر أن ينقض اجتهاده الماضي وأن يشتكهم، فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فإذا هذه الدرجة العليا من الاجتهاد فيها تجدد وفيها رجوع عن كثير من المسائل.